عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراد والبراد والنام ضعف البلاء والبلاء والخاتم المرض والنام اسم مطلوب مرفوع مشفوع منقوص في الله بالقلم سيد العرب والعجم اسم مقدس مؤثر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدعاء بدر الدجى صدر العلا نور الهدى قاف الورى اسماعيل لم جميل شيم شفيع الامام صاحب الجود والكرم والله اسم جبريل وخرب والتراب مركب والمراج صبر وسره المنتهى مقام مقام كوثر المطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين حدم النبيين شفيع المجرمين وليس الغريبين رحمه لليوم رحمه للعلم رحمه العاشقين مراد المشتقين شمس شمس العارفين سراج السالكين مصباح المجربين موهب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلة وسيدة النافذتين صاحب الكعبة حسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى ثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المتقون بنور جماله صلوا عليه وآله بلغ العلا بجماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع بساله صلوا عليه وآله احبابي كرامي قدر آج کا یہ عظیم پروگرام جو مولائے کائنات
شیر خدا حضرت علی مرتضی وجہہ الکریم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے سجا اس میں